بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور 奉至仁至慈的安拉之名，一切赞颂全归安拉，天地万物。 都是他的，后世的赞颂，只归于他。他是至睿的，是彻知的。他知道潜入地下的，从地下发出的，从天上降下的，升到天上的。他是至慈的，是至赦的。 وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 不信教的人们说 复活时不会来临我们，你说，不然，指我的主发誓，他必来临你们。我的主是全知优选的，天地间微尘重的事物，不能远离他，比那更小的和更大的。 无一件不记录在一本明白的经典中，以便他在复活时报仇信教而行善的人们，这等人将获赦宥和优厚的给养。 ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 竭力反对我的迹象，以为已经成功的人将受痛苦的刑罚，有学识的人们 知道从你的主降世你的经典，却是真理，能指示世人走上万能的、可颂的主的大道。 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد 不信教的人们说 我们只是你们一个人好吗？他会告诉你们，当你们被粉碎之后，你们必定要被再造。他假借安拉的名义而捏造呢？还是他有疯病？不然，不信后世的人们是在刑罚和深深的迷雾中。
أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ 难道他们没有观察在他们上面和下面的天地吗？如果我抑郁，我必使他们沦陷在地面下，或是天一块一块地落在他们的头上。对于每一个皈依的仆人，此中却有一种迹象。ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير我却已赏赐达伍德从我发出的恩惠，群山啊，众鸟啊，你们应当合着他的赞颂。我为他使铁柔软，我对他说，你应当制造完善的铠甲，你应当定好铠甲的宽度，你们应当行善。我却是明察你们的行为的。ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيريعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور 我曾使风供素莱曼驱使风在上午走一月的路程，在下午也走一月的路程。我为他使绒童像泉水样涌出，有些精灵奉主的命令在他的面前工作。谁违背了我的命令，我就使谁尝试烈火的刑罚。他们为他修建他所抑郁的宫殿、雕像、水池般的大盘、固定的大锅。我说，达伍德的家属啊，你们应当感谢。我的仆人中，感谢者是很少的。فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 我决定他死亡的时候，只有吃他的手杖的蛀虫，只是他们他已经死了。当他倒下去的时候，精灵们恍然大悟。假若他们能知幽玄，那么他们未曾逗留在凌辱的刑罚中。لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له
بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور 塞伯一族在他们的居处却有一种迹象，两个圆谱 分裂左右，你们可以吃你们的主的给养，你们要感谢他，一个肥美的地方，一个至赦的主宰。随后，他们悖逆，所以我使水库的急流去淹没他们，我把他们的两个原圃变成两个。 只生长苦果、成柳和些微的酸枣树的园圃，我因他们的忘恩而以这报酬他们，我只惩罚忘恩的人。 وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 我在他们与我所扶佑的那些城市之间建设了许多显著的城市，我均分各站间的距离，你们在其间平安地旅行若干昼夜吧。然后他们说 我们的主啊，求你放长各站之间的距离，他们自欺，所以我以他们为弹柱，我使他们流离失所。对于每个多忍多谢的人，此中却有许多迹象。 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ。伊布利斯却已发现他对他们的猜测是正确的，因为他们都追随他，只有一伙信士除外。他对他们之所以有权力者，只为我要辨别谁是信仰后世的，谁是怀疑后世的。 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 你说你们舍安拉而认作神灵的
你们祈祷他们吧，他们不能管理天地间微尘之众的事物，他们丝毫不能参与天地的造化，安拉不以他们中的任何一个为助手，除安拉所许可者外，在安拉那里说情将无裨益，直到他们心中的恐惧被排除的时候，他们才说你们的主说了什么，他们说真理，他却是至高无上的，却是至大的。قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم 你说谁从天上和地下供给你们，你说安拉，我们或你们是在正道上的，或是在显著的迷雾中的。你说对于我们所犯的罪，你们不受审问，对于你们所做的事，我们也不受审问。你说我们的主将召集我们，然后以真理而为我们裁判，他却是最善于裁判的，却是全知的。你说你们告诉我，你们所称为他的伙伴的绝不能，不然他是安拉，是万能的，是至睿的。وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 我只派遣你为全人类的报喜者和警告者，但世人大半不知道。他们说，如果你是说实话的，这个警告什么时候实现呢？你说你们的约期是有时日的，你们不得稍稍迟到，也不得稍稍早到。وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهميرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين 不信教的人们说，我们绝不信这古兰经，也不信以前的经典。假若你得见不义的人们被拘留在他们的主那里的时候，他们互相辩驳，被欺负的人们将对骄傲的人们说，假若没有你们，我们必定是信教的。قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم
بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 骄傲的人们将对被欺负的人们说 当正道来临你们的时候 我们曾妨碍你们遵循正道吗? 不然 你们自愿做犯罪者，被欺负的人们将对骄傲的人们说：“不然，这是你们昼夜的计谋。”当时，你们教我们不信安拉，却为他树立许多的匹敌。当他们看见刑罚的时候， 他们表示悔恨，我要把枷锁放在不信教者的脖子上，他们只受他们的行为的报酬。 وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون 每逢我派遣警告者到一个城市去，其中豪华的人们总是说：“我们的确不信你的命令。”他们说：“我们财产更富，儿子更多，我们将来绝不会受惩罚。”你说：“我的主，欲使谁的给养宽裕？” 就使他宽裕，欲使谁的给养窘迫，就使谁窘迫，但众人大半不知道。 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون 你们的财产，你们的儿子，都不能使你们稍稍地亲近我，但信教而且行善的人们，将因他们的行为而受加倍的报酬。 他们将安居于楼上，竭力反对我的迹象的人们，将被拘禁在刑罚中。قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 你说，我的主，的确欲使哪个仆人的给养宽裕，就使他宽裕；欲使哪个仆人的给养窘迫，就使他窘迫。你们所施舍的东西，
他将补偿他，他是最优的供给者。ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون 在那日他要将他们通通集合起来，然后对天神们说：这些人崇拜过你们吗？他们说：我们赞你超绝万物，你是我们的主，而非他们的朋友。他们原当是崇拜精灵的，他们大半信仰精灵。今日，你们不能互利。也不能相害，我将对不义的人们说：你们尝试你们所否认的火刑吧。يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير有人对他们宣读我的明白的迹象时，他们说：这个人只想妨碍你们崇拜你们的祖先所崇拜的偶像。他们又说：这只是捏造的谎言。当真理来临的时候，不信教的人们说：这只是一种明显的魔术。我没有把他们所能诵习的任何经典赏赐他们，在你之前，我没有派遣任何警告者去教化他们。在他们之前逝去的人们曾否认真理，他们没有达到我所赐予前人的十分之一，但前人否认我的使者们，我的谴责是怎样的？ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد 你说我只以一件事劝导你们，你们应当为安拉而双双地或单独地站起来，然后思维你们的同乡绝无疯病，在严厉的刑罚来临之前，他对你们只是一个警告者。你说，
我不向你们索取什么报酬，它全归你们。我的报酬只归安拉负担，他是见证万物的。قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب 你说我的主以真理射击虚伪，他是全知幽玄的。你说真理已来临了，虚伪将幻灭而不复出。你说如果我误入歧途，则我自受其害；如果我遵循正道，则由于我的主所启示的经典，他却是全聪的，却是临近的。ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب 假若你得见当时他们恐怖而无处逃避，在一个不远的地方被逮捕，他们将说我们已信仰他了，他们怎能从遥远的地方获得信仰呢？他们以前不信仰他，他们从遥远的地方妄谈幽玄，他们将因障碍而不能获得他们所欲望的，犹如他们的同类以前受障碍一样，他们却在烦恼的疑虑中。